عمليات تجريف وتدمير للابنيه على اطراف غزه بعمق كيلومتر واحد داخل القطاع هذا ما اظهرته صور الاقمار الاصطناعيه تزامنا مع تصريحات اسرائيليه تكشف خطه لانشاء منطقه عازله رغم الاعتراضات الدوليه وبحسب التقارير فإن القادة الإسرائيليين يرغبون في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي يمنع تكرار هجوم السابع من تشرين. وأثارت أنباء بناء المنطقة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تآكل الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر سيما في الولايات المتحدة في الأثناء يزداد الوضع الإنساني تدهورا في القطاع المحاصر لا في ظل أحوال جوية سيئة وأمطار في وقت أعلنت اليونيسف أن 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع رغم مؤشرات إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن هذا وتستعد إسرائيل إلى مواصلة حربها على قطاع غزة جنوبا بالقرب من الحدود المصرية والذي يلجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعدما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالاوت بأن الجيش سيصل إلى كتيبة رفح التابعة لحماس ويفككها مثلما يفعل حاليا مع كتائبها في منطقة خان يونس جنوب القطاع واشار جالانت الى ان القوات الاسرائيليه وعملياتها في الارض وتحت الارض في خان يونس تجعل عوده الرهائن اقرب لان حماس لا تفهم سوى لغه القوه، وبدوره عبر مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه عن قلقه ازاء تصاعد القتال في خان يونس والذي اجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار الى رفح بجنوب قطاع غزه، ووصف المدينه الحدوديه بانها طنجره ضغط مملوءه بالياس.